نطالبوا بالحقوق ديالنا اللي هي ماشي شي حقوق اللي فايته التقاليد، فانما كنطالبوا في الاجره ديالنا. دابا راه 3 شهور هذه دابا ما تخلصناش، فراه لا يعقل ان كبلديه 8 مليون انها ما تعطيناش الفلوس ديالنا حنا ك 3 شهور. ما يمكنش دابا راه 3 شهور هذه ما مخلصينش، ما عطاونا والو. راه ما يمكنش، راه اللي قلتي لبنادم دابا انا خدام 3 شهور اللي كتخلص واحد الخلصه اللي هزيله جدا وما ما 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 توصلناش بها، راه ما يمكنش. دابا راه كيتسنى، راه ما جينا نوقفوا حتى لحقات فينا والله الضالين، عاد جينا نوقفوا. راه كاين مولك راه كيتسنى، كاين مول الحانوت، راه عندنا وليدات، عندنا والدينا، حتى حنا ربينا غير الخلصه ديالنا، ما كنطالبوا باقي بوالو، بينا غير الاجره ديالنا. يعطيو علينا في هاد العواج، راه صافي، راه ولينا كناكلوا غير الحريره والخبز. راه حنا كعمال النظافه اللي خصهم يعطيونا يتهلاو فينا، دابا راه حتى واحد ما كيتواصل معنا، حتى واحد ما هضر معنا، حتى واحد ما جا قال لنا ياك لاباس مالكم، راه واخا غير يتواصلوا معنا يقول لي شنو هو السبب انهم يعطيونا حنا الخلصه ديالنا. حنا بينا غير فلوسنا، ما جينا نوقفوا حتى لحقات فينا العظم كما كنقولوا، حنا بينا غير رزقنا. الله يجازيكم. دابا هذه راه 3 شهور هذه ما تخلصناش، اقسم بالله العلي العظيم، الى 3 شهور من نهار دخلت 2024 ما شدينا 4 دريال. الله، راه ما يمكنش. راه مول الحانوت دابا كيتسنى 60000 ريال، كاين مولك راه حتى هو كيتسنى، قال لك راه ما يمكنش غتكون خدام وما كتخلص، وانت خدام في البلديه وما كتخلص، راه ما يمكنش هذه، ما كيتقبلهاش العقل. دابا راه اللي قلتي لي دابا في 2024 كعامل النظافه كتخلص 40000 ريال، ما كتزوجوش 40000 ريال. راه اللي قلتيها لي راه كيقول لك باز، والله العظيم بالله، راه 40000 ريال حنا بيناهم يتهلاو فينا، حنا راه كنتعرضوا لبزاف الحوايج، راه اللي الدين ديالنا والله تشوفهم دابا كيدايرين اذا تخلع بالله، راه كنعانيو بزاف، راه كنعانيو، راه كتهز العباد الله الزبل، يتهلاو فينا ويراعيونا حتى حنا، راه حنا راه ما راه والو، راه حنا راه غير بشر، راه الله سبحانه وتعالى وكيغفر وكيسمح، ومال البنادم علاه ما يتهلاو فينا حنا، وحتى حنا يأجرونا في هذه الظرفيه هذه، نقولوا كاع حنا عندهم مشاكل. كيقولوا راه عندهم شي مشاكل، مات المشاكل، ولكن ما عرفناش حنا هاد المشاكل ديالاش. حنا ما اش غنقول لك، حنا دابا راه 300 خدام اللي كاينه، وما ازيد من 300 خدام، ولكن دابا حنا كاينين غير هاد الدري ديال الكاميون هما اللي واقفين دابا. الدري اخرين دابا ما عرفتوش توصلوا، حيت حنا قلنا غادي تكون واحد الوقفه، ولكن ما عرفتوش اخبارهم ولا ما بخبرهمش. يعني كاين الدري عاوتاني بعاد، حيت كل بلاصه وكيديروا فيها واحد الكيب، يعني كاين الدري دابا يقدر كاع دابا غادي يوقف، ولكن يقدر يبقى في الدار، ولا انه يبقى في شي بلاصه ما غاديش يجي هنا. علاش غادي يخاف؟ يقول دابا الا جيت هنا يقدر يشوفوني شي فان ولا شي حاجه وغادي يجريو عليا ولا شي حاجه، ومخلوع مسكين، ولكن ما غاديش دير ليه العيب. حنا كنخافوا من الله سبحانه وتعالى، حنا ما كنديروا والو، حنا بينا غير الفلوس ديالنا. حنا راه ما يمكنش انك تخدم وما تخلص، هذه راه ما كيتقبلهاش العقل. الله يجازيكم، الله يعطيكم الخير، الله يرحم الوالدين. كنتمنوا من الرئيس ديال البلديه ديال 8 مليون انه يدير معنا شي حل، يشوف شنو هو المشكل، ولا يعطيونا من الميزانيه ديال البلديه يخلصونا، تيجيو ديك الساعه الفلوس كما كيقولوا دير الضريبه ما الضريبه، ملي يشدوا الفلوس ديك الساعه يحيدوا علينا ديك الساعه. حنا بينا حتى حنا بينا غير ما ناكلوا، راه ما كنطالبوش بشي حاجه، راه ديك الفلوس اللي غنشدوها راه اون فوا غتشدها غادي تمشي ديها لمول الحانوت وغتفك بها الكريديات، صافي راه ماشي ديالنا ديك الفلوس، غادي نفكوا الكريديات. راه كدوز حدا مول الحانوت كتولي تقلب كاع الدوره كتخاف، والله الا كتحشم بالله، راه لا يعقل. الله يجازيكم، الله يرحم ليكم الوالدين في العواشر وهذا الشهر الغفران، الله يهديكم علينا. هذا الشيء اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى. 4 سنين وانا خدام مع الناس هادو، دابا راه 3 شهور اللي تنتسالو هما زعما عطاونا والو. لا المرا الله يحسن العوال، كاين بنادم اللي كاري، كاين بنادم تيتسالو لي اليكوش شحال من حاجه، الله يحسن العوال. بنادم راه تيكريدي على مول الحانوت تما بقى قال لي صافي راه وقف معاه، ما كاين لا كريدي باقي لا والو. ايوا شحال باش خدامين، راه ما خدامين والو، 22 فقل 200 راه كاع ما قادام. احنا دابا تنسالو 6 اللي كان زاد لي تنسالو، هاد الناس ما بغا يديروا معنا والو. العواشر جايه، رمضان هذا دخل رمضان، حنا راه ما عندنا والو، راه لا اله الا الله باش تقداه باش والعواشر هذا. الله يحسن العوان، راه بنادم راه واقف، الله يديهم علينا هاد الناس هادو، هادشي اللي غادي نقولو. وتما راه تنبداو في 6 ديال الصباح، مورا الفجر حنا تنخرجوا، اما تسالي تال 12 ولا سميتو يلاه تروحوا للدار ولا لوحده ولا جوج. خدامين في الكاميو ديال الزبل، بنادم راه كلشي ها الشطابه، الكاميو ديال الزبل عامل النظافه. ايوا الله يهديهم علينا، يديروا معنا شي حل. هادو 3 شهور هادي ما خلصونا، اللهم انا حنا تابعناك، راه 3 شهور ديالك راه تسالنا وطول ما ومول الحانوت تيتسالنا باقي، راه ما خلصنا والو، وتابعنا والدينا تنصرفوا عليهم. الحشومه راه توقفنا، عاد جينا توقفنا، عاد وقفنا دابا راه وقفنا بدقه. تتمشي لمول الحانوت تيقول لك جيب لي الفلوس، تتمشي للكرا تيقول لك خلصني ولا خرج، ما تيعرفوا لك لا البلديه ولا خدام تيعرفوا كاع، تعطيهم خلاص ديالهم. حنا تنطالبوا هما يخلصونا الخلاص ديالنا،
هادشي اللي كاين. شحال تتسالو دابا؟ 3 شهور تنتسالو دابا، 3 شهور ديال الخدمه، الشهر الرابع يدخل نهار الاثنين. راه بزاف هادشي. هو راه تقريبا راه كاينه 320 تقريبا، واحد فوق ما فوق 300 واحد اللي كاين مفرقه ما بين اللي خدامين في كاميوات وشطابه، واللي خدامين في الميناج والعيالات. راه كاين بنا المصاعبين مضرور، والشيافر كاين شحال من واحد، وكاين العساسه وجارديني. وتنتمناو يديروا معنا حل، ولا يدويو معنا، نتواصلوا معنا. هادشي اللي كاين. الصباح تنخرجوا حنا من السحور، تنتسحروا تنخرجوا تنخرجوا، راه تابعنا تيكون عندنا سيكتور، خصنا نحيدوا النفايات. راه الساكنه راه لا اله الا الله، تتبقى تدخل الزنقه الزناقي تيتشكاو، حنا راه ما مخلصين خدامين بحال خدامين. وتنتمناو هادو يتعاملوا معنا ويخلصوا النهار ديالنا وصافي. المهم حنا اليوم درنا وقفه احتجاجيه، كنطلبوا باش يتصرفوا الاجور ديالنا لمده ثلاثة ديال الاشهر هذه، ما تخلصنا دابا هذه. وحنا دابا راه كنطلبوا غير الحقوق ديالنا، كنطلبوا دوك ثلاثة الشهور اللي ما تخلصنا فيهم. نتمناو من الله، حنا بينا دابا المسؤولين يجيو يهضروا معنا، يقولوا لنا اش كاين. ما كاين مع من تهضر، ما كاين مع من تدوي، ما كاين لا مسؤول لا والو، لا رئيس الجماعه لا والو. حنا ما كاين اللي يتذكر معنا، يقول لنا غير شنو هو المشكل ديال هذا الاقتطاع اللي كاين. يقول لنا شكون، واش المشكل من الجماعه ولا من العماله ولا من اش المشكل. حنا غاديين خدامين، ما كاين اللي قال لنا شي حاجه. ولمده 3 شهور دابا هذه، ورمضان هذا، ها العيد جاي، وعود كذبه. كل خطره كيقولوا لنا هاد الجمعه هاد الاربع هاد الثلاث، وكل نهار كيقولوا لنا عطونا واحد 700 درهم وسكتونا بها، 700 درهم وسكتونا بها وصافي. باش داير لنا 700 درهم؟ ما داير لنا والو. حنا دابا راه شي 300 وشي حاجه، 300 عامل اللي كاينه في الانعاش، 300 وشي حاجه. المهم راه وراه كلشي ما مخلصين، وكلشي راه 320 واحد ما مخلصه، 320 واحد ما مخلصه. حنا دابا بغينا غير يجيو المسؤولين يهضروا معنا. رئيس الجماعه كاع ما كيبان هو، بغيت انا هذاك الرئيس نشوفو. انا كاع ما كنعرفو، ما عمرني شفت هذاك الرئيس كاع انا في حياتي. بغيت غير نشوفو نهضر معاه ويقول لنا اش كاين، يعطيونا غير شي وعود، يقول لنا ودي راه يتذكروا معنا، يقول لنا امتى، على الاقل يعطيونا غير كلمه زوينه. والله الوضع ديالنا اللافان، لما جينا وقفنا تلحقات فينا اللافان. انا موي الكرب يلوح لينا الحوايج ديالنا، راه ما بقينا عرفنا من ندير، ما لقينا ما نصيرو. 3 شهور هادي ما مخلصين، وبغينا يعطونا شي راعي باش نعرفوا احنا اللي وصلنا فيه كاينين، بغينا نفهموا بعدا. هاد الموالفين ما كيطيروش لينا بحال هاد الحاله هادي. المهم بعدا القله كان المهم كيبينوا كنتخلصوا في هاد الشهر هادي. لا رمضان هذا ما لقينا باش تقوتوا، ما لقينا. راه موي الكرب والله العظيم انا هادي 3 شهور دابا ديال الكرب لحق لي 44000، وما غير الماء وغير ما غير الماء وما غير الضو، وعندي جوج وليدات صغارين وليكوش وشحال ديال المسائل. المهم حنا الله يرحم الوالدين ما طلبنا والو، حنا خدامين كاملين، خدامين مقاتلين معاهم. وين غير ديالنا؟ وين نتخلصوا؟ حتى حنا ولا يجي يقول لنا شي كلمه، فهمتي؟ يجي يورونا شي حاجه امتى، ولا يعطونا شي وعود امتى غتخلصوا. وباقيين صابرين، وصابرين على ناضلين، واقفين على احنا معترفين بالخدمه ديال النظافه، معترفين بها. كنصبرنا تلحقات فينا اللفان وتجمعنا، هذا هو الشيء ديالنا. حنا ما ضرنا حتى حاجه من جيتو. و 300 واحد ولا 300 واش ديال البشر كاملين ما مخلص حتى واحد. شي واحد قول شي الدراري ديال الانعاش، راه دابا كاين اللي خافوا وما قدش يجيو. الصراحه حنا راه قلنا نجيو، اتفقنا الدراري قلنا نتجمعوا غدا في الصباح، صافي. احنا الحمد لله تجمعنا، وحنا راه ما بغينا حتى شي حاجه ديال اللعيب، ما قلنا لهم حتى شي حاجه ديال اللعيب. بغينا نعرفوا روسنا في غادي صافي، هذا هو الشيء ديالنا. بغينا نقصدوا لينا شوفونا اش دار، تعني عرفونا اش دارنا. حنا راه مدرينا صاحبي، وكنجيو للخدمه بعض المرات كاع ما كن لا اله الا الله محمد رسول الله. فلوسنا اللي بغينا على شينا تشينا، فلوسنا اللي بغينا على شينا تشينا، فلوسنا اللي بغينا على شينا تشينا، فلوسنا اللي بغينا على شينا تشينا.